قدر الامكان. فاذا انا عايز يعني اتمنى او عايز المدير ياخد قرار معين مش محتاج اواجه، لكن اروح ابذل شويه مجهود ان انا اجمع بيانات واحصائيات وادله تقول انه ليه ناخد القرار في الاتجاه ده. يعني لو انا عايز قرار يمشي في اتجاه يمين، عايز اجمع ادله تثبت ان الكلام ده صح، وانه لو رحنا خدنا القرار الف ده هيساعد الشركه او المكان اللي بنشتغل فيه بموضوعيه وبالارقام. لكن ما تدخلش في مواجهه بقى والجوانب الشخصيه، لانه في الاخر هو المدير هيفوز. يعني لو انا دخلت في مواجهه معاه فالافضل نعتمد على المنطق على الحجه ونبعد عن الصراع والصدام والامور دي. وبعدين برضو عايز اقول حاجه، ساعات ممكن الموظف بيشوف المدير دكتاتور، بس هو مش دكتاتور. يعني الموظف المدير ممكن يكون عنده بعد نظر في حاجه معينه، هو شايف حاجه معينه انا كموظف مش شايفها، او مش مفروض اعرف معلومات معينه في الوقت ده. ده بتيجي بقى من خلال الثقه، يعني ان انا واثق ان المدير بتاعي ده راجل مؤهل وكويس وبياخد قرارات صح بناء على خبره، فساعتها بقى اسكت وبشوف يعني النتيجه ايه. فلو هو فعلا دكتاتور فعلا، يبقى احنا هنا بنلجأ للموضوعيه والحجه والدليل وبنبعد عن اي صدمات، يعني لانه ده جانب في الشخصيه والشخصيه لا تتغير.